اشتهرت سلطنة عمان عبر العصور بأنها بلد زراعي غني يوفر أسباب العيش الطيب لأبنائه. وعمان أرض طيبة تتوافر فيها الحقول الزراعية وبساتين الأشجار والمراعي والأفلاج التي لا تنبض. وهي اليوم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم الواحة الخضراء في شبه الجزيرة العربية. ولقد اهتمت الحكومة الرشيدة اهتماماً كبيراً بالتنمية الزراعية، حيث يعمل في هذه المجالات ما يزيد عن 80% من المواطنين، وتقدر مساحة المناطق المزروعة بحوالي 36,000 من الهكتارات. لهذه الاعتبارات وضعت حكومة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى عام 1970 برنامجاً للتنمية الزراعية يستهدف التدرج حسب خطة مدروسة في استخدام الأساليب الزراعية الحديثة، وبالإضافة إلى مراكز الأبحاث الموجودة في صحار ونزوة فقد أقيمت مزرعتان أخريان للتجارب، واحدة في وادي قريات والأخرى في الرميس على السهل الخصيب في ساحل الباطنة. لقد أصبحت المنطقة المحيطة بالرميس اليوم مركزاً للأبحاث الزراعية، وهي تضم مزرعة التجارب نفسها والمختبرين التابعين لها لحماية النباتات والتحاليل الكيميائية ومشتل ومزرعة للمواشي ومزرعتين للإنتاج. ويهدف المركز إلى تحسين الطرق الزراعية والأبحاث واستخدام الأسمدة وأساليب الري وحماية النباتات. لقد كان اختيار منطقة الرميس مقصوداً بحد ذاته، فهي منطقة ذات تربة قلوية عادية، لذلك فإن ما يمكن زراعته فيها سيصلح بالتالي في بقية الأجزاء القابلة للزراعة في أنحاء السلطنة. ومع ذلك فإن الهدف الرئيسي للرميس قبل أي شيء آخر هو إجراء التجارب على مختلف المحاصيل الزراعية. من الشروط اللازمة للمنهج العلمي في البحث الزراعي إعداد الأرض إعداداً صحيحاً منظماً، وتجرى هنا تجربة حراثة الأرض على عمقين مختلفين 15 سنتيمتر و 25 سنتيمتر. تجرى تسوية التربة وبالتالي شق الأثلام فيها بعناية، وتجرى هنا تجربة زرع البذور على جانب واحد من الثلم بعكس ما هو متبع في زراعة جانبي الثلم. تأتي بعد ذلك عملية بذر البذور، ولا تستعمل هنا سوى البذور المعالجة كيميائيا ضد الأمراض الفطرية. يجرى ري المزروعات من 4 آبار في المزرعة التجريبية، حيث استخرجت المياه من عمق 100 قدم، حيث تتوفر المياه الجوفية على ذلك العمق تقريبا. يجرى ضخ المياه إلى سطح الأرض بواسطة مضخات ديزل صغيرة إلى أقنية التوزيع. ويقوم الموظفون المختصون بأخذ عينات من الماء والتربة والنباتات لفحصها في المختبر الزراعي الذي أقيم بقصد دراسة مشاكل الملوحة، بالإضافة إلى دراسة خصوبة التربة من جهة والقيمة الغذائية للنباتات من جهة أخرى. من بين المهام الرئيسية لهذا المختبر تلبية الحاجة لاكتشاف أفضل الأسمدة التي تناسب التربة،
ويتم ذلك بواسطة التحاليل الكيميائية على عينات من النباتات. وعندما تتقرر نسبة النيتروجين في عينة النبات، توضع التواصي بكمية النيتروجين التي يمكن إضافتها إلى السماد، بالإضافة إلى عدد المرات التي تتم فيها إعادة تسميد الأرض، حتى لا يؤدي ري الأرض إلى جرف هذه الأسمدة بسهولة. واختبارات نسبة النيتروجين هذه ضرورية جدا للنباتات الدائمة كالليمون، وذلك لأن النباتات الحولية كالبصل لا تتيح المجال الزمني الكافي لمعرفة أعراض نقص النيتروجين. وفي هذه الحالة يستعاض بتحليل الماء والتربة، فهي التي تحدد أنواع الأسمدة اللازمة لأنواع النباتات المختلفة، كما تحدد نسبة الملوحة القصوى التي لا تلحق ضرراً بالنبات. وتجرى الاختبارات الإضافية على البوتاسيوم والفوسفات والحديد للتعرف على نسبة الإخصاب للأراضي الخفيفة المزروعة على ساحل الباطنة. وتعتبر النتائج ضرورية للمراكز الأخرى المتفرعة والتي تقوم بدور حلقة الوصل بين الدائرة والمزارعين. وتقوم الدائرة بتوزيع الأسمدة على المزارعين بنصف سعر التكلفة، كما تساعدهم في طرق استعمال وصيانة المعدات. إن إمكانيات هذا المختبر تتجاوز اهتمامه الراهن بتحليل الماء والتربة والنباتات إلى تلبية حاجات أخرى في المستقبل، عندما يتم استخدام المزيد من الأدوات والموظفين الأكفاء لإجراء تحاليل أكثر تطوراً على الجودة والبروتين النباتي ونسب الفيتامينات والقيمة الغذائية للمأكولات، وتكون النتائج التي يتم الحصول عليها ضرورية لزيادة فعالية الأبحاث الكيميائية في الرميس. وهكذا، وبعد أن تم تحديد شروط زراعة النباتات، فإن بالإمكان المضي في تطبيق التجارب الرئيسية الثلاثة. والتجربة الأولى تطبق على نباتات متنوعة وقد تستمر لمدة عامين، وقد جرت في هذا المجال زراعة 4 أنواع مختلفة من نباتات الأبصال. بعد تقييم نتائج جميع التجارب، يقوم المهندسون الزراعيون المختصون في الرميس باختيار البذور التي ستوزع بالتالي بواسطة المحطات الفرعية على المزارعين بقصد الإنتاج. وبالإضافة إلى الأبصال، تجرى تجربة إنتاج الخضروات التالية في الرميس: الشمام، البطيخ، البطاطا، البندورة، القرع، البقول، الجزر، الملفوف، الخيار. إذا دعت الحاجة إلى تجربة زراعة خضار جديدة مثل الخس الكوري الرقيق، فلا بد من اتخاذ احتياطات لحمايته. وقد أقيمت مستنبتات مغطاة بشبكة قشية القماش لتغطية النباتات التي تؤكل من أجل أوراقها، وقاية لها من حرارة شمس الصيف. تجرى تجارب عديدة على النباتات الدائمة كأشجار الفواكه، تزيد على التجارب على النباتات الحولية. وهنالك 6 أنواع مختلفة من الفواكه تجري تجربتها بمختلف أنواع التقليم والتسميد، منها الليمون، العنب، المانجا، الجوافة، البرتقال. إن توفير أفضل شروط الزراعة لا يحول دون تعرض النباتات للإصابة بمرض معين، لذا تجرى تجارب ميدانية تحت إشراف الإخصائيين في حماية النباتات بقصد حصر الأراضي البكتيرية والفطرية. ويتم تدريب المزارعين والطلاب على التعرف على الحشرات بأنواعها على الطبيعة. شايف كامل حشرات كامل وبعد في صغيرة واجد فيه؟ واجد يريد رش هذا دواء؟ يريد دواء دواء هذا نعم سوف يا رب كفيه يبين دخلي. ويتدرب الطلاب في المختبر
على استعمال الآلات العلمية بقصد التعرف على أنواع الحشرات بواسطة الفحص المجهري. خلينا في له واحد قطرة هذا هذا خلي خمس دقيقة هذا هنا. أيوة. خمس دقائق. خمس دقائق هذا. بعد شيلوا واحد هذا. سلايد هذا. كندا بالسم. أيوة. وتجرى التجارب على أنواع مبيدات الحشرات لوقاية البطاطا من الآفات التي تصيبها. وكذلك الأمر بالنسبة لدودة الفاكهة التي تهاجم البذور ودودة الملفوف وغيرها. كيف في شكل؟ شكل؟ زهر واضح. زهر واضح. تريبس. أيوة. أبيض. أبيض. أبيض صح. إيه طيب. زين. أيوة. وبحسب تكاثر الحشرات والآفات الضارة تجرى تجربة مختلف أنواع المبيدات تحت ظروف مناخية مختلفة. ويجرى هنا تدريب الطلاب على كيفية استعمال أحد المبيدات في حقل للبصل. كما تساعد المراكز الفرعية للخدمات المزارعين في كيفية تطبيق إجراءات وقاية النباتات وبالقيام برش مزروعاتهم مجاناً بالوسائل اليدوية أو الرش من الجو. يجرى جمع أنواع من الحشرات الضارة بالنباتات لعرضها على المزارعين بقصد تعريفهم بها. أما الحشرات الكبيرة كالجراد فتعرض داخل صناديق خشبية، وذلك بقصد تعريفهم بالأضرار التي تحدثها بالإضافة إلى التعرف على أنواعها. تتبع الجناح الزراعي في المزرعة التجريبية في الرميس مزرعة للمواشي تستهدف تحسين نسلها، فبالإضافة إلى المزرعتين الموجودتين في صلالة وصحار تجرى التجارب هنا بقصد تحسين أنواع التواجن والأغنام والماعز والبقر. ويجرى تزاوج بين الماعز المحلي والماعز الهندي الأغزر لحما وحليبا، فقد نتجت عن ذلك أنواع أقدر على مقاومة الظروف المناخية المختلفة. يجرى وزن الحيوانات وعدها منذ اليوم الأول لولادتها حتى مرحلة النمو التام، وهذه العملية جزء من روتين الرقابة على الحيوانات، وإجراء المقارنة الدقيقة أمر مهم لمتابعة تطور صحة الحيوانات وإنتاجها من الحليب ومقاومتها للأمراض. تقدم وجبة غذاء مكثفة مرتين في اليوم صباحا ومساء لحيوانات المزرعة. أما الماعز الهندي فيعطى وجبة واحدة عند ظهر كل يوم. إن إنتاج الماعز لا يقتصر على المزرعة وحدها،
إذ يتم تشجيع المزارعين المحليين على جلب مواشيهم إلى هذا المركز لتلقيحها تحت إشراف بيطري، كما أنه يتم توفير العناية الصحية في حالات الإصابة بمرض، وكذلك لإجراء التلقيح الوقائي اللازم ضد الأوبئة. وفي الوقت الذي تم فيه إحراز تقدم ممتاز في مجال إنتاج المواشي في مركز صلالة، فإن هذا الموضوع ما زال في مرحلته الأولى في الرميس، إلا أن المواشي المحلية تخضع للرقابة ويتم الاستعداد لتحسين أنواعها بالتزاوج بأصناف أجنبية في تجارب المستقبل. رغم أن المشاتل هي أصغر وأحدث قسم في المحطة التجريبية، إلا أن تجارب القسم على النباتات التزيينية والأزهار والشجيرات والأشجار أصبح يستفاد منها على نطاق واسع، فهنالك تجارب على 18 نوعاً مختلفاً، منها 5 أنواع لم تزرع في سلطنة عمان من قبل. إن برنامج السنوات الخمس للمشاتل يهدف إلى إعادة تحريج أجزاء كبيرة من سلطنة عمان، وبينما يتم إدخال أشجار البونسيانا والبوهينيا غير المعروفة نسبياً بالإضافة إلى أشجار الكاليبتوس والكازورينا المعروفة، فإن هنالك في المستنبت ما بين 1,000 و7,000 نبتة من كل نوع. إن أشجار البونسيانا والبوهينيا ستضفي جمالاً أخاذاً بأزهارها الحمراء وظلالها الوارفة الرائعة، كما أن أشجار الكاليبتوس والكازورينا ستوفر مصدات الريح اللازمة بسبب سرعة نموها. ورغم أن نباتات الأشجار تتطلب ما بين السنة ونصف السنة والثلاث سنوات حتى تصل إلى الارتفاع والقوة اللازمة لزرعها في أماكنها المخصصة، إلا أن خصوبة تربة ساحل الباطنة تجعله رصيداً فريداً لازدهار الزراعة في المنطقة بأسرها. والرصيد الآخر والأهم هو حماس وإخلاص المواطن العماني الذي يعمل في الزراعة ويسهم في تعميم تجربة هذه المراكز في كافة أرجاء السلطنة. شوف هناك، شوف لقى من هناك. إن المصادر الزراعية الغنية في عمان تجعل من عملية البحث والتطوير أمراً جديراً بالاهتمام على أوسع نطاق، وبذلك تتدعم أهداف الحكومة الرشيدة في الاكتفاء الذاتي من المواد الزراعية الغذائية. فسلطنة عمان في ظل القيادة الرشيدة لسلطان البلاد المفدى تنعم بمصادرها الطبيعية وأرضها الخصبة التي سخرت لخدمة المواطن العماني ورفع مستوى معيشته.